مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم من العاصمة الأمريكية واشنطن. ضيفي هذا اليوم رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي. أهلا وسهلا بك سيد النجيفي في واشنطن. سيادة رئيس البرلمان العراقي، تقومون بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما هو جدول الأعمال لهذه الزيارة؟ تأكيد زيارتنا الولايات المتحدة كانت بناء على دعوة موجهة من رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر، وأنا لبيت الدعوة والتقيت مع سيد رئيس مجلس النواب وتجولنا في مبنى الكونغرس وفي قاعة التصويت، وكان الاجتماع مفيدا في بحث العلاقات بين البرلمانين وتطويرها باتجاه معرفة كثير من التقاليد البرلمانية وجلسات الاستماع وأسلوب العمل في الكونغرس الأمريكي كديمقراطية قديمة ممكن أن نستفيد من تجربتهم. بعد ذلك كان هناك لقاء في البيت الأبيض مع السيد جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي، ولقاءات في وزارة الخارجية مع وزيرة الخارجية الأمريكية ومع قسم من أعضاء الكونغرس في رؤساء اللجان. تمحورت المحادثات مع الإدارة الأمريكية مع البيت الأبيض حول قضايا العلاقات بين البلدين والوضع الداخلي العراقي والوضع السياسي، وتطرق الكلام أيضا حول رغبتهم في تمديد بقاء القوات الأمريكية إذا طلب العراق ذلك. وأنا طبعا أجبت أن هذا الأمر يتعلق بناحية فنية لوجستية يقدرها القادة العسكريين والمختصون والسيد القائد العام للقوات المسلحة، وممكن أن يقرر مجلس الوزراء بعد ذلك ويحال الطلب إلى مجلس النواب ليقرر ما يريد العراقيون لتقرير مصلحتهم، وهذا الأمر مؤجل ولا نستطيع أن نعطي رأيا فيه الآن. وكان هناك حوار تفصيلي حول الأموال العراقية التي سحبت من صندوق التنمية العراقي في بداية 2003-2004 وما بعدها، واختفى منها 17.5 مليار دولار صرفت بطريقة غير قانونية ولا توجد وثائق ولا توجد أسانيد صرف. وطالبت الإدارة الأمريكية بمتابعة التحقيق معنا والتعاون في سبيل كشف مصير هذه الأموال وإعادتها إلى العراق، ووعدوا خيرا وقالوا سنتابع هذا الموضوع، وهو موضوع مؤسف جدا ويجب أن يكون هناك معرفة تفصيلية حول هذه الحادثة الكبيرة والجريمة الخطيرة، ولا بد من معرفة الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكم، بعد ذلك نعرف مصير الأموال، وبعد التأكد من التحقيق لا بد أن تعاد. طبعا هناك تقصير في متابعة هذا الملف، وأنا طلعت على تقرير من رئيس الديوان الرقابة المالية مرسل إلي قبل أسبوع من الآن قبل أن آتي الولايات المتحدة بأيام قليلة، ويعني فهمت أن هذا الأمر هو قيد التحقيق منذ سنة 2007، ولكن النتائج الأولية انتهت الآن في معرفة أن هناك 17.5 مليار دولار مختفية من أموال العراق، ولا بد من إكمال الموضوع. ولكن بالتأكيد هناك تقصير في الحكومة السابقة وفي الأجهزة الرقابية في وزارة المالية أنها لم تكشف هذا الموضوع إلى وقت متأخر. من المقرر انسحاب القوات الأمريكية نهاية هذا العام، ما هو موقفكم سيد النجيفي؟ أنا لم أرى ضغوطات على الجانب العراقي، والتقرير الأولي والإرادة في تمديد القوات من عدمها هي بيد القائد العام للقوات المسلحة، وإذا كان السيد نوري المالكي القائد العام مقتنع أن العراق قادر على حماية الحدود وحماية الأمن الداخلي وحماية الأجواء، فنحن سنكون معه في عدم طلب التمديد. ولكن إذا كان الأمر بشكل آخر فهو الذي يقرر مبدئيا، وبعد ذلك مجلس النواب سيناقش الموضوع لكل الجوانب وسيعطي قرارا نهائيا في الأمر، ولكن الاختصاص والحرفية هي الأولى في معرفة حاجة العراق، وهو موضوع موكل إلى وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.
هناك من يتخوف سيد النجيفي من الانسحاب الامريكي، ربما هذا الانسحاب يترك فراغ قد يستغل من قبل اطراف او دول الجوار، هل هناك اساس لهذه المخاوف؟ طبعا هناك بعض التدخلات في الشأن العراقي، هناك أسلحة ترسل إلى البلد وميليشيات تدرب وعصابات إرهابية لا زالت تعمل في العراق كالقاعدة وبعض العصابات الأخرى، والأمر يتعلق بقدرة الجيش العراقي على سد الفراغ، ونحن حقيقة ننتظر قرار الحكومة أنها قادرة على ملء الفراغ بعد الانسحاب وقادرة على السيطرة على الأمن، فهذا أمر لا نتوقع أن يكون تدخلا خارجيا يحل محل القوات الأمريكية، ولكن إذا كان الجيش العراقي غير قادر وسيكون هناك فراغا أمنيا فبالتأكيد ستكون تدخلات ويكون مزيد من أعمال العنف والتخريب نتيجة هذا الانسحاب، ونحن ننتظر قرارا مدروسا ومسؤولا من القائد العام للقوات المسلحة قبل أن نقرر. هناك اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة من غير الاتفاقية الأمنية الصوفة التي تحدد بقاء قوات وقواعد عسكرية التي وقعت في 2008 أو 2009، فالموضوع الاتفاقية الإطار الاستراتيجي معمول بها الآن وهي قيد التطبيق، ولكن لا أعتقد أنها مفعلة بشكل كافي في كل مجالات المعرفة والتصنيع والتعاون العلمي، لا زال هناك نوع من يعني الضعف في رعاية هذه الاتفاقية والاستفادة من ما موجود فيها من مجالات تدريب وتعليم وثقافة وفي مجالات أخرى من العلوم والمعرفة، ولكن أعتقد في الفترة القادمة سيكون هناك مزيد من التعاون المدني بين العراق والولايات المتحدة يطغى على التعاون العسكري، وهذا أمر مقبول ولا يعني يتلم السيادة ولا يؤثر على إكمال استقرار البلد، فأعتقد هذا الموضوع يجب أن يدعم ويفعل بطريقة صحيحة. هناك من يشاهد سيد النجيفي بأن الطريق بات مسدود أمام إيجاد حل توافقي للأزمة الراهنة، ماذا تقول في ذلك؟ هو خلاف بين أطراف العملية السياسية حول اتفاق أربيل، نحن نعتقد أن الاتفاق لم ينفذ بشكل صحيح، نفذ جزء منه والجزء الأهم وهو المشاركة والتوازن وتقاسم السلطة لم يحصل لحد الآن، وهناك تنصل من هذا الموضوع وزيادة وتعميق مشكلة إخلال التوازن القائم في البلد، والأطراف الأخرى تقول أن هذا نفذ يعني مجرد أن أعطيت العراقية الوزارات كأنه شاركت في الحكم. هناك اختلاف بين مفهوم الشراكة ومفهوم المشاركة، نحن نريد شراكة حقيقية باعتبارنا نظراء، لدينا جمهور ولدينا أصوات ولدينا نواب ولدينا استحقاقات وطنية، والطرف الآخر أيضا يجب أن يعرف ويتقبل هذه الحقيقة، ولكن مع الأسف هناك نوع من محاولة لي الأذرع ومحاولة القفز على نتائج الانتخابات والتصرف بطريقة خارج إطار الشراكة الوطنية. نحن نعتقد أنه آن الأوان لإعطاء مساحة كافية للتفاهمات، ويجب أن يكون هناك تفعيل للاتفاق والمضي باتجاه الشراكة والنجاح، لأن الوطن عانى كثيرا والمواطنين العراقيين ملوا من الوعود وملوا من الانتظار، ونحن مسؤولين أولا وأخيرا كل المشاركين في العملية السياسية عن إدارة هذا البلد ونجاح هذا البلد. نحن نريد المشاركة في القرار الأمني والقرار الاقتصادي والقرار الاستراتيجي في مستقبل البلد، وهذا يكون عن طريق إعادة التوازن بين المؤسسات العراقية إلى الجيش إلى الهيئات المستقلة، هذا الأمر مفقود لحد الآن، هناك إخلال بالتوازن الوطني، بعض الأطراف وبعض الكتل لديها في بعض الوزارات 90% والأخرى لديها 5% وهي تستحق 40 أو 50%، فهناك مشكلة في إعادة التوازن، هذا هو مفهوم الشراكة، لا
ليس موضوع وزارات، يعني العراقية لديها أعتقد 7 وزارات الآن أو 8، ومن حقها أن ترشح وزيرا للدفاع، وهذا الأمر محجوب عنها لحد الآن، بالإضافة إلى مفهوم الشراكة والتوازن الذي أكدت عليه. في ضوء التجاذبات سيد النجيف السياسية بين رئيس القائمة العراقية إياد علاوي وبين